الاستاذ محمد الزرزي وهيقدم معانا موضوع فيري انترستنج وكلينيكال ابون يوسج اوف البومين اند بلازما ان سيكوتيك اسيتيك بيشن. طبعا بشكر الدكتور حسن يعني القديم، بشكر الدكتور كريم، بشكر الشيخ نفسه، بشكر كل الحضور. انا طبعا الدكتور وليد احمدي استاذ كلينيكال اساسي، وبالتالي دايما دكتور حسن في ماستر الدكتوراه، لكن اول مره احضر معاكم في المؤتمر. دكتور حسن دكتور بعيد طلبوا مني موضوع الريسك فالز، ان احنا نقول للناس الالبومين والبلازما وايه الفرق بينهم، وهل اللي احنا بنعمله من الديلي براكتس ان كل واحد بيكتب عندنا نسحب وندي بلازما، ده كلام صح ولا غلط؟ ده كان في جلسه في 2017 كنا عاملينها عندنا في اسم سياسي عن الديبيتس الليفر والجي اي تي، كانت برضو عن استخدام البلازما في الحركة. شرفنا الدكتور بقى وحضرتك فاكر ان هي كانت كونسنس، وقعدنا يعني ما زلنا موجود خالص، لان لسه ما كانش جايد لاينز ولا حاجه، كنا لسه بنتكلم. يعني انا مش هطول لان حضراتكم طبعا اساتذتنا وعارفين، لكن انا عايز اقول بسرعه الباسك سوجي اسايتس. احنا من الجيل القديم اللي كنا بنذاكر من شيلا شيبورك، وكانت شيلا شيبورك بتقول ان الاسايتس في اندر فيل سيفنج اوفر فيل وفازو دايليتيشن، وقال بالراحه كده من الاول ان لما العيان بيبقى عنده ليفر سيروز ما بيقدرش يفسخ الاندوسترون، فبيحصل سكندري هايبر اندوسترونيزم بيعمل بين الاندوسوديوم ريتنشن، فبيزود الفوليوم الباب فوليوم بيعمل اسايتس فيل سيفنج مفيش اي تعيين. فرجع قالت لا، ده الاندر فيل والفازو دايليتيشن زي بعض، لما بيحصل جوكا الهايبرتنشن بيحصل حاجه اسمها شيل ستريس، يعني ميكانيكال ستريس على الفاسكولار اندوثيليوم بتاع الجوكتر سيستم، وده بيروح مطلع النايترو اوكسيد لوكالي، فبيعمل سبلانك للفازو دايلاتيشن، وبناء عليه سيستميك فازو كونستريكشن، لان بيكريز حاجه اسمها افكت سيديوماتيك بلازما فوليوم، ودي نقطه الاساس في استخدام الالبوم، انك عايز تزود الانترا فاسكولار فوليوم اللي هو الافكت سيديوماتيك بلازما فوليوم، وبالتالي بيحصل اسايتس. وناس تاني قالوا ان في قصه كبيره قوي ريليتد للانفكشن هو اللي بيعمل الفازو دايلاتيشن عن طريق الليكي جاب او عن طريق زياده الجاز في البرجاني، لغايه ما ظهرت الليكي مبني عليها المحاضره كلها. قالوا ان في السيروسيس بيحصل مورتال هايبرتنشن، والمورتال هايبرتنشن ده هو نفسه وجود الضغط العالي في البريد المالي بيقعد ميكانيكال ستريس على الفاسكولار اندوثيليوم ويطلع النيتروك اوكسايد اللي بتعمل في البورتال سيركيوليشن فازو دايلاتيشن. فمين ما يسمى سبلانكينج ارتيورال فازو دايلاتيشن. مش بس كده، ده كمان لو انا عندي سبونتينوس بكتيريال بيردونايتس او اي بكتيريال انفكشن او لارج فوليوم باراسيتيسيس اللي احنا بنعوضه بالالبومين هيعمل سيركيولاتري افكت وهيعمل برضه سبلانكينج ارتيورال فازو دايلاتيشن. فهي ان التوتال سيستم على يعني الفكره كلها ايه؟ المريض كل الميه فاضته، وبالتالي الافكت في سيركيولات البلازما فوليوم قليل، فاللي رايح للكلى قليل، فبيقل الافكت في ارتيريال بلاد فوليوم، ستيميوليت رين انجيوتنسيت والسيمباثيك، وبالتالي يحصل فاست كونستريكشن مور اند مور. تمام؟ لكن كمان حته مهمه قوي ان الهايبوكوليميا بتاثر على القلب وبيحصل ديكريس في الكارديك اوتبوت، ودي رساله مهمه جدا، ما تديش العيان اللي عنده اسايتس عنيف بيتا بلوكر، اتس فيري امبورتنت، اوعى تدي بيتا بلوكر، الاضرار ممنوع لما العيان اسايتس جريد ثلاثه، ليه؟ لان هو اوتوماتيك عنده سنترال هايبوكوليميا، الميني كاردياك فانكشن، وفي نقص في الكارديك اوتبوت، فممنوع الاضرار. فبيحصل كده بيحصل ديفلوبمنت سيفير رينال باث كونستريكشن، لو كان فيري سيفي انف انه يعمل رينال امبيرمنت يبقى دخل العيان في باتو رينال سندروم. لو بصينا على الناحيه الشمال اتس فيري امبورتنت انك انت تاخد بالك من الرول بتاع البكتيريا. البكتيريا اللي بتتكلم من المصاريف من الجرح وتدخل جوه السيركيوليشن وتعمل ستيموليشن للنيتروك اوكسايد وتبقى مسؤوله عن سبانك الارتيرولار فازو دايلاتيشن. يبقى انا قلت حاجتين، قلت ان البكتيريا فيري امبورتنت وليها رول مهم جدا،
وقلنا كمان ان ما تنساش انك دايما عايز تحسن الافكتيف سيركيولاتوري بلازما فوليوم. كمان ما ننساش ان العيان اللي عنده ليفر سيروسس ما بيبقاش منظره على الشمال ده، يعني ما بيبقاش نورمال سينوسويد كده، ده السينوسويد بيبقى كده، بيبقى كده يعني ايه؟ يعني بيحصل له روك سكوت كابيلاريزيشن للسينوسويد، يعني معنى كده ان كميه القلب اللي بتنزل في الاسيتيك فلويد والبروتين قليله، فده بيخليه الكومبلمنت بيبقى قليل، وبالتالي يبقى عضله سبونتينوس ارتيريال بيربولايز، يعني كله مع بعض حاجه واحده. فبناء عليه الاسايتس اتقسمت في جريد واحد واثنين وثلاثه. الريفراكتوري اسايتس يعني الاسايتس خدت العيان واديته علاج، اديته اربعه راس من الالدكتور واربعه راس من اللوب دايوريتك وما استجابش، ده اسمه ايه؟ انتوليرانس ولا ريفراكتوري دايوريتك ريزيستنس. لكن جاي وانت بتديله وبتزود له الجرعه حصل سايد افكت من الدايوريتك بقى ده دايوريتك انتراكتبل اسايتس، في الاثنين اسمهم ريفراكتوري. بتعملوا ايه؟ كلنا بنروح نديله لارج كوريا باراسنتيسيس ونعوض بقلبه. تعالوا نشوف الفرق الاسيتيك فلويد من زمان. اللايف كوريا باراسنتيسيس ده الفيرست لاين ثيرابي في العديد من المريض اللي عنده تنس اسايتس. اللايف كوريا باراسنتيسيس فيها معنى، احنا عندنا امتحان الماجستير وبنسال الناس اللي داخلين الامتحان يعني ايه لارج كوريا باراسنتيسيس؟ لازم اكتر من 5 لتر. طب لو انت مزنوق وما عندكش البومين ما توصلش ل 5 لتر، قلل شويه. اكتر من 5 لتر هيحصل ايه؟ حضرتك لما كل الفلويد اللي موجود ده تشيله بره من غير ما حاجه تعوض تاخده تاني من الافكتيف سيركيوليشن، العيان يدخل في حاجه اسمها بوست باراسيتيسيس سيركيولاتري ديرانجمنت او ديستربنس، فيري امبورتنت. وعشان تمنع الموضوع ده بتدي له البومين، بتدي له قد ايه؟ بتكلم هو من 6 ل 8 جرام في اللتر من كل اسيتيك فلويد اسبيريتي، يعني حضرتك هتسحب له 6 لتر تضرب 6 في 8 48 يا سيدي موافق على 40، يعني هتدي له ازازتين البومين من ال 20%، يعني 20% يبقى ازازتين البومين 100 مللي عشان يتعوض عليه. طب ما عندكش البومين ندي بلازما نخلي الاجابه دي في الاخر. طب المريض اللي بيعاني من لارج فوليوم مرض الفيسس اكثر من 5 لتر اوفر سايز استخدام البلازما اكسباندر ازر زان البومين از نوت ريكومندد، ولا جايد لاين قالت انه ريكومندد، لان زي ار ليس افكتيف في منع البوست باراسيتيسيس سيركيولاتري ديسفانكشن، نو داتا سبورتنج استخدام الفريش فروزن بلازما قبل اللارج بوليا باراسيتيسيس. المرضى اللي بيعانوا من باراسيتيسيس لاقل من 5 لتر تمام، الريسك اوف ديفلوبينج البوست باراسيتيسيس سيركيولاتري ديسفانكشن از لو، والبريدنج از نوت كومن، فاستخدام الفريش فروزن بلازما از نوت ريكومندد قبل الباراسيتيسيس. وبعد اللارج بوليا باراسيتيسيس العيان ترجعوا للدايوريتك بجرعه اقل من اللي كنت ماشي عليها. الهيباتوجينال سندروم الباثوجينيسيس قلنا ما هو الا سبلانكين ستيك فينوميا، وفي ديستربنس ما بين الفازوكونستريكتور وبين الفازودايليتور. بس مهم قوي الحته دي ايه هي؟ العيان ماشي بالعافيه عنده السبلانكين عنده الفازوكونستريكتور اللي طالعه من الكلى عشان الرن انجيوتنسن عليه، والكلى نفسها فيها شويه حاجات محافظه عليها اللي هم الفازوكونستريكتور من الكلى. لو حضرتك اديته انتي بوستر جلاندين وقعت الدنيا ودخلته في هيباتو مينا. سو الانتي بوستر جلاندين از كومبليتلي انهبيتد في عيان الاسايتس اللي عنده الليفر سيروسس واسايتس. طب ازاي تمنع هيباتو مينا سندروم؟ بص خلي بالك في السبونتينوس بكتيريا بروفرايز انترا ادينس البوم ادمنستريشن. في اللو بروتين اسايتس ادي انتي بايوتيك. في اللارج كوريا باراسنتيسيس انترا ادينس البوم ده الموضوع ده. يعني الالبوم اللي ليه في السبوتيرا سبتيرا بيرتونايتس وفي الهيباتوكنال سندروم وفي الدنس اسايتس طبعا يدور، وادي الادويه اللي بتستخدم في الهيباتولينا. نبص لاخر واحد انترافينس ادمنستريشن ادمن ويز فازو كونستريكتور دراج. الالبوم كام جرعته؟ 1 جرام من الالبوم لكل كيلو جرام من البادي ويت على اول يوم فول باي 20 40. اصل واحد ده كتير قوي، يعني العيان 80 هتدي له 80 جرام البوم، انت عارف مش فاكر كام ازازه محتاج يبدأنا أزايز البومين، فده أول يوم بس، وبعد كده أبقى أديله بقى على اليوم الثاني والثالث 20 40 جرام لغاية ما يخلص الفازو كونستريكتور ويخف، وإحنا عارفين غالبا إن الهيباتو مينا مش هيخف، ده بريدج علشان نعمل رينال ترانسبلانتيشن أو ليفر ترانسبلانتيشن. سيرار سيفر الميكانيزم دي قلناها البكتيريا ترانسبلانتيشن وشيل ستريس أكتر حاجة مسؤولة على الدوامة كلها، وبناء عليه القلب من اللي يدور في السبونتينوس بكتيريا بيرتونايتس. طبعا دي دور الانترافينس البوم مع الانتي بايوتيك بيقلل حدوث الرينال فيلير اللي يدخل العيان في هيباتو مينا،
من 33 ل 10%، وبيقلل المرتدي في من 29 ل 10%. لاحظ ان قبله من بالاضافه انه كمان بيحسن البلازما فولم ده هو انتي اوكسيدان ومنه ميوراكري ان ديتوكسيفيكيشن، ويا ريت يبقى فيه دواء اسمه البو، لان بحبه جدا 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 لمريض الكبد مش على بس انترافينس، يا ريت يبقى فيه حاجه اسمها البو، لان ات از نوت نير كومبوننت اوف كونكت فانكشن، ده ليه وظائف ثانيه. لو جينا نشوف القلب من فيسكونتينوس 1.5 جرام بير كي جي بالبادي ويت ويزن 6 اور اوف ديتكشن، وبعد كده 1 جرام بير كي جي بادي ويت على اليوم الثاني. يعني حضرتك تلاقي عيان عنده سكونتينوس بكتيريا بروبلانتس وعنده ريسك فاكتور متخايف عليه قوي، لا ده لازم تبدا مع القلب على طول. القلب في الماسل كرامبس، طبعا الدكتور عباده كان بيتكلم عن محاضره جميله قوي عن الماسكولار كرامبس، وكمان حد من زمايلنا استاذ في الازهر كان بيتكلم قبل كده عن ماسكولار كرامب، فاستعرضت الشريحه من الدكتور عباده ومن استاذتنا في الازهر، الشريحه دي جميله قوي عجبتني، بتقول ان القلب ليه دور، كل مرضى الليبر عندهم غالبا كتير بنشوف منهم ماسكولار كرامب، وقال ان السبب يا اما في ديفكت في النيرف، يا اما في ديفكت في الانرجي، يا اما الثالثه دي بتتميل في البلازما فوليوم، وقالوا ان اوتوماتيك لما عندك الايفكت السيركيلاتي للبلازما فوليوم قليل، فبالتالي الفوليوم اوف سبلاد اللي رايح للنيرف والمصل هيبقى قليل. وقالوا ان التصريح الالبومين هنا مهم جدا من قصه ان احنا معتقدين ان المصل كرانس از ديو تو بايوريتيك، لا ده البلازما فوليوم هو الاهم، فدي هتكون طبعا في المصل كرانس. وبعدين بعض الادويه اللي استخدموها في المصل كرانس مهم قوي استخدام الزنك في المصل كرانس، ومهم الالبومين. طب نديله قد ايه؟ ايه اساس الالبومين واحده بس؟ يكفيك ازازه القلب، لو عيان عنده ماسكولار كرامبس دي يكفيك ازازه القلب. دي بقى اهم حاجه اللي عايزين نقولها، وطبعا كل شويه يقول بسرعه 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 مش عارف ليه، بس حضرتك انا مخرج. يا باشا دكتور ابراهيم انا ساعدتك. انا يعني خلصت الجزء الكبير، لكن دي عايز اقولها لان دي اتبذل فيها مجهود. هل حضرتك بتفرق بلازما بعد الباراسيتيسيس سيركيليشن؟ ده يا جماعه الالبومين، الالبومين زي ما قلنا له انكوتيك وله نون انكوتيك، يعني الالبومين مش بس قصه ان هو هيزود البلازما فولوم، لا لا خالص، ده له انتي اوكسيدانت وله اميون موديوليشن وانتي انفلاماتوري، الالبومين رائع. تعالوا بقى نشوفوا القصه بتاعتنا بقى، ايه البلازما؟ حضرتك لو جبت البلازما هتلاقي ان بتحتوي على 25,000 جرام من الالبومين في المليون. طبعا انا احفظها ازاي؟ دي صعبه قوي، لا اسهلها لك خالص. القلب نفسه عباره عن 25 من 100 جرام في المية. يبقى معنى كده ايه؟ هو كاتبينها بره 25 دول سنه، انا وافق حضرتك تماما. صح؟ حضرتك المكتوب هو 20%، بس كل الريفرنسز وكل اللي جبته اللي كاتب كده. فكلامك صح طبعا حضرتك. الفكره كلها ايه؟ عشان ما نسهلش، احنا مش عايزين نصعب الموضوع. الالبومين الازازه ب 10 اكياس بلازما، احسبها تاني كده، بس في مفاجاه مش هي كده بس. طب ايه يعني احنا ممكن نوفر 10 اكياس بلازما؟ الناس هتتبرع. طبعا يا جماعه الموضوع صعب خالص، 10 اكياس يعني هتديله 5 لتر، انت هتعمل فوليوم اوفرلود يعني الحصايد سنزيق. الحاجه الثانيه ودي مهمه هقولها لك بعدين بس ما نخلص دي، ان الهيومن سيرم البومين از مانفاكتشرد من البول هيومن بلازما that is ultra filtrated and heat sterilized. طيب الهيومن سيرم البوم بيحتاجوا، بص بقى دي هنحطهم الشريحتين ورا بعضهم، دي 25 من 1000 جرام من الالبوم في الملي، دي 25 من 100 البوم في الملي، يعني 10 مرات زاد في بلازما. ايه المفاجاه ايه بقى؟ ان الكولايد الاوزموتيك بريشر بتاع الالبومين 200 ملي متر مركري، بينما الكولايد الاوزموتيك بريشر بتاع البلازما 20 ملي متر مركري، و6% حاجه اسمها الهيتا ستارش، وانا كنت عارف على حاجه لغايه ما قعدت امبارح اقرا ايه الهيتا ستارش دي، لقيت ان الهيتا ستارش ده هيدروكسي اسايد ستارش سينثيتيك كولويد فاليوم سبلندر، بيستخدم تو مينتين الفاسكولار فوليوم في الانيمالز والسيركيلاتري شوك. موديفايد برانش تشين جلوكوز بوليمر، يعني ارخص كتير ده، انت جلوكوز ده بيعملوه من البطاطس، بيعملوه من الميز من الذره. طب يعني حتى اللي بيستخدموه للمواشي هيبقى ارخص، والكولويد الاوزموتيك بريشر بتاعه اعلى كذا مره، ده هو بيجيب 40 ملي متر مركري، بينما البلازما 20 ملي متر مركري.
الهيدروكسي سايد ستارش بريباريشن بيشمل التترا ستارش والليتا ستارش والبنتا ستارش، يعني الخماسي والثلاثي والرباعي. الليتا ستارش اللي هو 6% ده له افريج مولكولار ويت 200 كيلو مالتون. ايوه كيلو كبير كبير، لازم يبقى كبير عشان ما ينزلش عشان يحافظ ويقدر يبقى ليه ضغط سموزي. قال لي كلوريك اوزموتيك بريشر 30 بينما البلازما 20. الله، يعني معنى كده قصه خايبه بصراحه. اللي هو قال من ادمنستر بعد ما عملش بوليا ماكس بتيسس وده من 6 ل 8 تمام. لو كميه الاسايتس الموف بتعدي 5 لتر لازم تستخدم الترناتيف زي يوسف الترناتيف بلازما اكسبان اوزموتيك مومنت، لان ليس افكت في مانع البوست باراسيتيسس ريكفري ستيب. هل الادمنستريشن للازكس مع الاكل ليه دور؟ هل ليه دور؟ احنا كلنا بنحب انظروا زرار نو ستادس على موداليتيز اوف الكول ادمنستريشن لكن ادفيزبل تو ديفيوز اللي هو الكول ريلاتيفلي سلولي تو افويد البوزيتيف كارديك اوفرلو عشان الاكزيستنس اوف ليتنس اوف كارديولوجز اللي بيحصل. لكن قلبه من ولا لا محدش ده سبته خالص. خالص. انت عمود في الاسكوزيه الفارس. اللي هو ايه؟ اللي هو احنا لما بندي قلبه بيرفع الدم خاصة مش اللي هو مش السولت بس اللي موجود في السوق سولت ده اللي احنا عاوزين نعرفه. في السلسلة الثانية بروفيشنال ديزافانس سيروسس وجود العيوب دي مهمة برضه. يعني ايه؟ يجي عيان عنده ليفر سيروسس الاكل بتاعه مالي بتبقى انت اللي فاضي. الكلام ده مش بجد خالص. في السبيسيفيك سيتنج اوف بيشنت ويز ادفانس سيروسس وجود الهايبو ايجونيميا شود نوت بي ذا جايد تو ذا بريسكريبشن اوف ليفر الاكل. مفيش كده يا جماعه. وبعدين ده بيحسبوها باليوم. انا عندي النهارده الالبومين 2.7 اديني كام واحد عشان بكره يبقى 3. مفيش كده، محدش قال كده. الانديكيشن للاكل من اهو في الجدول ده هو ده الانديكيشن جايد لاين. ما فيش كده خالص. تعالوا نشوف واحده واحده فين اللي بيعمل كويس دي. يحمر البتاع كده قوي. مش فاهم. مش عندكم تكنولوجي. اول حاجه في الكلينيكال كونديشن انك تمنع البوست بارازيتيسيس سيركيولاتري ديستربنس اللي انا انتهي. يعني ايه حضرتك؟ يعني ارجوكم ما حدش ينزع اكتر من 5 لتر من غير ما يدي قلبه. ده ما انتجته خلاص، مش عايز نقاش. طيب لو اقل من 5 لتر والله بريفير مش عارف اقرا طبعا. يبقى يا جماعه لو العيال فارس نفيس سؤال من 5 لتر ممكن هنديله الاكل. بس انت اكسبونسار ريجاردنج يوز اوف سنسيتيك كرولويد او كوكستالويد. لو انت فعلا عايز تدي ممنوع خالص انك تستخدم الباقيين. طيب في الهيباجو لينر سندروم في حاجتين، تشخيص الهيباجو لينر سندروم وفي علاج الهيباجو لينر سندروم. عشان تشخص الهيباجو لينر سندروم كان بيقول لك ايه؟ العيان عنده هيجوريا هيباجو بيشن وبنفس الوقت ما استجابش الكرولويد. طب ايه بقى الكوليد اللي هنستخدمه؟ 1 جرام ل 2 مللي جرام في البيرداي لمده 2 سكسسيف دايز. طب لو هتعالج تايفون هيباجو لينر سندروم 1 جرام لكل كيلو جرام عند الدايجنوست زائد 20 40 مللي جرام لغايه لما تبوظ الكوليسترول ارسكوب. حد يقول لي بس ده كتير قوي يا جماعه كتير. انت ما عندكش حد العيان اللي هيباجو لينر سندروم ده دايج بيش انت عايز تلحقه بسرعه عشان تعيده للليفر ترانسبلانتيشن ما فيهاش كتير، دي حاجه مهمه. طيب اللونج تيرم تريتمنت اوف اسايتس هيبقى جاي دي على فكره عايزين يعملوها بقى دلوقتي. طب العيان اللي ماشي على دايوريتك وكل شويه سايد افكت ومسكولا جرامس وهيدروفيل كروسي وانا مش مستريح ده لسه كبير ايفالويتد. في بعض الدول اللي عندها تحميل ممكن ندي القلب من فيها. طب علاج السيفير هايبوناتريميا وبي دي 5 ما لهمش دول. طب في علاج السيبتك شوك على فكره عم بيفكروا فيه برضه بغض النظر عيان الليبر
من كتير جدا بنشوفه في الاهلي ماسكين على 60 او 70 شغل. هل ممكن النادي الاهلي ممكن دوره هنا ايه؟ كله اللي هو اميون وانتي توكسيك وبيشيل التوكسيك وكمان هيرفع البريشر. عايز اقول حاجه بس في نهايه المحاضره مهمه جدا 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 في كل عيان سيروتك. اهم حاجه عند حضرتك البلاد بريشر. البلاد بريشر في عيان سيروتك ده مزاجي. حضرتك دايما بتقيس البلاد بريشر لعيان سيروتك. اذا لقيت فرق بين السيستول والدياستول وليكن نقول 80 50 يبقى الفرق كام؟ 30. نجيب الدياستول اللي هو 50 ونزود عليه الفرق بين السيستول والدياستول اللي هو 10. تمام؟ تلت الفرق. يعني حضرتك تلت الفرق ده اللي هو 10 حطه على 50 يبقى 60. اول ما تلاقي العيان بيقف 80 50 اعرف انه ده داخل في سكه سودا. ليه؟ لان ال 60 ده اللي هو بيسموه المين بلاد بريشر ده اقل من الجلومرال فلتريشن ريت. اقل ان يحصل جلومرال فلتريشن لان ده اقل من الجلومرال كابيلاري بريشر. وبناء عليه العيان ده دخل فعلا في رينال اسكيميا والكريات هيبدا يعلى بعد شويه فعينك عليه. اي عيان تلاقيه كده بليز ستوب الدايوريتك ادي ستوب البيتا بلوكر ادي البومين وما تنساش تدي الفيديو بريز. ده دواء جميل ماشي. وبشكركم خالص ان انا طولت عليكم. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور وليد الاحمدي. محاضره اكثر من رائعه والميزه تكتيكال وايز تكتيكال.